السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم اعادة توضيح وصفة المقيرط. المقيرط اللي يكون بالبيض، شوفوا كيفاش يجي معسل وهشيش بزاف وطري بزاف. شوفوا معسل حتى من الداخل، ان شاء الله غير يكون يبان لكم. وكان نضغط عليه العسل رايح يخرج منه، وشوفوا شعل هشيش. وانا هاد الوصفه كنت درتها مده سنتين ملي حطيتها في القناه، كنت عاده كي بديت في القناه قلت ربما بالك ما عطيتكمش كش نصيحه، ولا كنت عاده نبدا ما نعرفش نشرح. ولكن ادخلوا للفيديو السابق غادي تجبروا نفس النصائح ونفس الطريقه ونفس المقادير. ولكن قلت بالك انا على جال مده الراحه تاع الخليط، انا قلت لكم من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، انا يقعد لي 15 دقيقه باش يرتاح. انا نستعمل البيض كبير، شوفوا شحال، شوفوا الوزن اللي نستعمل تاع البيض. انا نستعمل بيض هنا تقريبا 82 غرام في الحبه تاع البيض. اذا انتم اخواتي لما تضيفوا البيض وتخلوه مدة باش يتشرب، ماشي شرط تخلوه نفس المدة اللي خليته انا. انا خليته مدة 15 دقيقة لانه استعملت بيض كبير، ولكن نتوما اذا استعملتوا بيض يكون صغير طبيعي ما رايحش يديكم مدة 15 دقيقة، يعني تقعدوا تفقدوا فيه عينكم ميزانكم. لما تشوفوه تشرب ممكن يديكم 10 دقائق او اقل تبدو تشكلوا في المقرود باش الخليط ما ينشف لكمش وما يبسش بزاف. وحتى اذا الخليط نشف لكم وتشرب كميه البيض سهله تضيفوا له شويه تاع البيض. صدقوني نعطيكم الوصفه الناجحه ولاني مجربتها مرارا وتكرارا. هاد المقيرط عنده قصه معايا، انا نموت على هاد المقيرط، تلمساني وكنت كليته وانا صغيره عند واحد الاخت، طلبت منها الوصفه عطاتني الوصفه، ولكن ربي سامحها شوفوا زادتني مع الوصفه، قالت لي زيدي مع المقادير كوب تاع 250 مليلتر ماء ضيفيه مع المقادير. انا درت عليها لانه كليته عندها طري ومعسل وشباب، ولكن خدعتني في الوصفه. قررت اني نبحث على الوصفه الناجحه وعطتها لي واحد الاخت تلمسانيه، اصلا هما مشهورين بهذا المقيرط. ومن هذاك الوقت وانا نعتمد هذا الوصفه ربي يجازيها، عطتني وصفه رائعه رائعه كما وريتكم في الاول، مقيرط يتفتت غير وحده ومعسل حتى للقلب. اول نصيحه تكون بالنسبه لطريقه التحماص تاع السميد اللي عليها العمده، شوفوا كيفاش يكون محمص، تحمصوه جيدا جيدا مثل تاع الطمينه اللي هي التقنته، يكون بني بهذا الشكل، ما يكونش بني فاتح وما يكونش بني حتى يوصل انه درجه يكون محروق. ان شاء الله غير يكون يبان لكم اللون في الكاميرا، راني غير نوريكم عن قرب باش تشوفوا. لو كان تخلوه ماشي محمص جيدا وتحمصوه بني فاتح، لما تضيفوا السوائل غادي يتشرب لكم كامل السوائل وخاصه البيض، وكي يتشرب السوائل يجينا مقيرط يابس ومعجن. انا حطيت مباشره في طنجره الضغط اللي هي كوكوت مينوت 1 كيلوغرام تاع سميد على نار قليله، وبديت نحرك بالفوي على نار قليله، ساعدتني ربحت الوقت، حمصت مباشره كيلو. وتاني بغيت نقول لكم ملاحظه، في الفيديو الماضي استعملت سميد تاع العلبه مكتوب فيه نصف غليظ، ولكن هذاك السميد ما راهش كاين، حوست عليه في الاسواق ما راهش كاين سميد نصف غليظ، ما لقيتش، مش عارفه نتوما اذا عندكم، ولكن لقيت هذا مكتوب فيه خشن، ولكن السميد تاعه نصف غليظ ماشي خشن كيما هذاك تاع قلب اللوز تاع الشاميه اللي يجي غليظ بزاف. ما تستعملوش هذاك تاع الشاميه اللي يكون غليظ بزاف خشن بزاف، ها هو ان شاء الله غير يكون يبان لكم القوام تاعه الحجم تاعه. وشوفوا الفرق بينه وبين هذا المتوسط، هذا المتوسط ما تستعملوش المتوسط، لو كتستعملوا المتوسط المقيرط تاعكم يجيكم يابس، تستعملوا هذا الخشن اللي يكون يشبه النصف غليظ، ولا الى لقيتوا النصف غليظ استعملوا النصف الغليظ. نبدأ بسم الله، 1 كيلوغرام سميد يكون محمص جيدا،
نضيفوا النواشف. هنا عندي 250 غرام تاع سكر حبيبات، 250 غرام مع 250 غرام تاع فول السوداني محمص جيدا على نار قليلة، ويكون مطحون او مرحي بهذا الشكل، يكون خاشن باش يبان في المقيرط، ما تديروهش رقيق. هذا الكوب اللي يوزن 200 مليلتر، وانتم اي كوب يكون عندكم معليش، كو حتى ديروا واحد تاع 250 مليلتر معليش، تاع جلجلان هذا البني محمص. طبعا راني نقيته جيدا هذاك الحجر اللي فيه، ونضيفه رشه تلميح، نضيف شويه، ونضيف التوابل. التوابل هنا عندي مغرف صغيره تاع كبابه، ما تكونش بومبي مرحيه، مغرف صغيره ما تكونش بومبي كذلك تاع قرفه، مبشور الليمون ضروري يعطيه ذوق رائع. نحرك ونضيف كيس تاع خميره كيميائيه، ونضيف 250 مليلتر تاع زيت اللي هي كوب ونصف، وندخل هذا الزيت. دخلت الزيت مع هاد المكونات، دوك نقسم هاد الكيلوغرام تاع السميد اللي درته هنا على قسمين باش نخدم غير بالنصف، ما نخدمش بواحد كيلوغرام تاع السميد. هو دوك انا راه اكثر من واحد كيلوغرام لما ضفنا له المكونات الاخرى. انا بلا ميزان نقسم غير هكا بهذه الطريقه، عيني ميزاني حتى نشوفهم يكونوا كيف كيف تساويين. دوك نجيب البيض، كل واحد ندير معاه ربعة تاع البيض، نحط هذا النص ونزيد معاه ربعة تاع حبات تاع بيض. وتكونوا انتم موجدين المقلة تاعكم، وتكونوا موجدين هذه الشبكة، ماشي حتى تديروا البيض ومن بعد تقعدوا تحوسوا على المقلة تاعكم ولا على هذه الشبكة باش ما تدوش الوقت طويل، باش بلا ما تشرب البيض حنا يكونوا صالحنا واجدين باش ما يقعش ينشف. نخلط، المهم شوفوا القوام كيفاش راه، ما نقدش نشكله ابدا. هنا فاتت 5 دقائق وشوفوا مازال ما نقدش نشكله، وهنا فاتت مدة 10 دقائق نشوف اذا نقدر نشكل، ما زلت ما نقدرش نشكله، خاصه شويه نخليه يزيد شويه. نعاود نجرب، هنا فاتت 13 دقيقه ونشوف. ندهن شويه زيت هنا في الطابي باش يساعدني لما نشكل الحربوش تاع المقيرط، كيما تعرفوا راه معسل باش ما يلصقليش هنا. نجيب كميه ونشكل حربوش، شفتوا كيفاش راني نقدر نتحكم فيه، ونشكل مقيرطات بالسكين، ما ديرهمش كبار بزاف وما ديرهمش صغار، ونضربوا حسابنا انه راه فيها الخميره الكيميائيه، مازال يزيدوا ينتفخوا شويه. هنا نمسح، ولما تكونوا تخدموا ويديكم يتعسلوا بهذا الشكل ضروري تغسلوهم وتمسحوهم باش الشكل تاع المقيرط يجيكم شباب، ما يبداش يتحلكم لما يكونوا يديكم معسلين. ودرك نبدا نقلي في المقيرط. اولا هذه الشبكه نغطسها في الزيت ونخرجها باش كي نحط المقيرط هنا في الشبكه ما يلصقليش. ودرك نبدا نحط هذا الاول اللي خدمته اللي شكلته في الاول في حمام زيتي يكون غزير، شوفوا النار كيفاش تكون، تكون متوسطة. أنا نشعل من الأول على نار متوسطة أو هادئة ونخليها واحد 10 دقائق ربع ساعة حتى تسخن بديك الحرارة اللي تكون متساوية.
ودرك نجيب الشبكه ونغطسها هنا في الزيت. شوفوا كيفاش ديروا، انا راني موالفه نديره، عيني ميزانين نعرف واحد 30 ثانيه وتخرجوه، ما تخلوش مده طويله هنايا. كل شيء راه طايب، المكسرات محمصين، السميد محمص، غير قد ما البيض يطيب ونقلعوه. تحسبوا من 1 ل 30 وتخرجوا الشبكه مباشره هنا في العسل، راني مدفيتها ماشي سخونه غير دافيه. شوفوا بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 ونقلع. ما بغيتش نحبس لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش الطريقة، وتأكدوا انه غادي يجيكم مقيرط معسل وهشيش هشيش بزاف، حتى اني نخاف نديره هنا في العسل، نخاف اذا حبيت يتكسرولي. ودرك انا نخلي هاد الكميه اللي درتها في الاول تتعسل في غرضها، ما نقدرش نخدم هاد الكميه اللي بقات لي، لو كان عندي عسل زياده نخدمها، ولكن عندي غير هاد الكميه تاع العسل وهو يليق مباشره من الزيت للعسل. اذا حتى يتعسل هذا ونقلعه ونخدم هاد الكميه، نصف الكميه اللي بقات لي. بعد ما خليت المقيرط في العسل يتشرب في غرضه، الصراحه انا خليته ساعتين زوج سوايع هو يتشرب باش يتشرب في غرضه. ومن بعد زدت عاود جبت عسل تكون ثقيله، هادي عسل منزليه صنعتها غير انا، دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ومن الفوق ندهنوه بشويه تاع العسل هادي اللي تكون ثقيله باش الشكل تاعها يجي شباب، ماشي باش نخدعو ويبان معسل بزاف، لا هو راه معسل بزاف وراه طري حتى من الداخل القلب المقيرط وراه معسل. وان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.